السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة الجديدة على مدونة النصور للمعلوميات، في هذه الحلقة الجديدة سأريكم كيفية تغيير اسم صفحة على الفيسبوك ليس بها 500 لايك. الآن نذهب إلى المتصفح ونذهب إلى الفيسبوك. facebook.com ثم نذهب إلى القائمة في الفيسبوك. ننتظر، نضغط على القائمة. نضغط على الصفحة التي نريد تغيير اسمها. هذه هي صفحتي Eagles Techno. ثم نذهب إلى About. ثم نذهب إلى Name مدونة Mix. ونضغط على Edit. ليس لدي كلافي أب، سأذهب إلى موقع يكتب بالعربية. كيبورد لا يكتب، لا يدعم العربية عندي. مدونات نصور للمعلومات. ثم نضغط على مدونة نصور للمعلومات إيجلز تكنو. هذا الاسم متواجد، ليس متواجد بل خطأ. مدونة نصر المعلومات continue. current name هذه هي اسمه الجديد مدونة نصر المعلومات. نضغط على request change، نضغط على ok. والآن يقولون لك سيتغير الاسم في ظرف نصف ساعة أو ساعة تقريبا. لا تنسى إن أعجبتك الحلقة، لا تنسى الضغط على زر لايك وسبسكرايب لدعمنا الجديد، وشكرا لكم. انتظرونا في الفيديو الآتي إن شاء الله. قناة بي إن سبورت. أعتذر قليلا من الصوت مجد كما كيقولوا العرب، وهو برنامج HD و